15 أكتوبر، أحمد عبد الوارث، من مواليد سنة 1947. جه حبه للفن صدفة لما كان تلميذ، وطلب منه ناظر المدرسة إنه يمثل دور البطولة في مسرحية مدرسية، لأن اللي كان حيمثلها جاله دور برد فمثل الدور، ومن هنا حب التمثيل، وكانت دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية. في خلال مشواره الفني قدم عبد الوارث أكتر من 120 عمل فني ما بين تلفزيون ومسرح وسينما. ففي التلفزيون قدم مسلسلات زي أرض جو، فرقة ناجي عطلة، سقوط الخلافة، وقصة الأمس. أما المسرح فقدم مسرحيات زي الفلوس حبيبتي، ونيجي للسينما اللي شارك فيها في أفلام زي وش إجرام، أبو كرتونة، اشتباه، ومشوار عمر. هانم محمد. ابتدت هانم مسيرتها الفنية في السبعينات، ومع إنها كانت بتقوم بأدوار سنوية لكن وشها المألوف خلى الجمهور يتقبلها. خلال مشوارها شاركت هانم في أكتر من 220 عمل، وكان كتير منهم مع نجوم كبار، فكانت بدايتها من خلال فيلم إمبراطورية ميم اللي قامت فيه بدور الدادة. فمن أفلامها هلو أمريكا، بخيت وعديلة، والهروب، وإنذار بالطاعة. أما المسلسلات فكانت مشاركة هانم من خلال مسلسلات زي فارس بلا جواد، وزيزينيا الجزء الثاني، والمال والبنون الجزء الأول. ونيجي للمسرحيات اللي كان لهانم منها نصيب، زي مسرحيات الجميلة والوحشين، وسحلب، ودق يا مزيكا.